السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا النهاردة ان شاء الله احنا طبعا عملنا الشقة كلها ديكورات، هنبدأ دلوقتي عدلنا طبعا في بعض الشيء اللي احنا عدلنا عليه لما دخلنا طبعا الشقة، لقينا حاجات طبعا مش كويسة، فاحنا بدأنا نعدل في حاجات كتير. هنبدأ دلوقتي بغرفة النوم، نشوف مع بعض التعديلات اللي احنا عدلناها. دي طبعا غرفة النوم، احنا كان الاول طبعا تأسيس الكهربائي والناس طبعا كانت مظبطة الغرفة، ان السرير هنا طبعا ناحية اليمين من دخلة الباب على طول من ناحية اليمين، وكان هنا توزيع التسريحة طبعا جنب السرير. هنا طبعا الجنب ده كان فيه كاميرا بارزة 17 سنتي بعمود مشترك، يعني كان فيه عمود في نص الحيطة دي طبعا في النص. لما دينا هنا طبعا احنا حبينا نغير الديكور ونغير المنظر، لقينا السرير هنا مش مناسب مع الديكور بتاع السقف، فانا طبعا غيرت النظام خالص، لغينا السرير بدل ما هو هنا يتحط في الجنب ده، فاحنا خلينا السرير في نص الغرفة، يعني الجنب ده الاول غلفنا طبعا الجنب وما غلفناش كله، احنا عملنا شغل بروس طبعا اللي هو الغاطس والبارز، فاحنا غطينا العمود والكاميرا غلفناهم وعملنا ديكور السرير في النص بحيث يبقى الغرفة بتاعتنا متناسقة. يعني انا عندي كده ديكور السرير هيبقى تحتي السرير مباشر في النص الغرفة بالظبط في عرض الحيطة اللي عندي اللي انا شغال عليه. ديت هنا على شمالي خليت مكان السرير اللي هو القديم، خليت التسريحة دي طبعا الجنب الاقصادي اللي هو اقصادي على طول هيبقى الدولاب، والناحية دي ناحية الشباك طبعا هتبقى الستارة، ويبقى شكل الديكور اتغير بنسبة 90%. عملنا طبعا حساب الكهرباء بتاعتنا اللي هي مكان الكمود اللي هي تبقى في الغاطس جنب السرير يمين وشمال. بعد كده طبعا الدولاب اللي هو ناحية اللي في وش السرير طبعا على طول هيبقى احنا خلينا بيت النور بدل ما هو مثلا 60 سنتي ولا 70 سنتي خليناه 90 عشان يبرز فوق الدولاب، يبقى بارز بعد الدولاب، الاسبوتات تبقى مفتوحة بعد الدولاب. دينا هنا طبعا فوق الستارة عملنا مربعين فيهم إنارة مخفية، ودينا هنا برضو الناحية التانية عملنا نفس الديكور بالظبط. يبقى احنا كده عملنا الديكور كله بالكامل نفس اللي طلبه في العميل بالظبط، وعدلنا عليه كمان في بعض الأشياء. بدل ما انا عندي السرير هنا مثلا الكومود اللي هي في الصورة المفروض راكبة فوق الدبسون بورد، لا احنا خليناها تبقى غطسة عشان يبقى الكومود محمل على الحيط على طول مباشر، حتى لو حطيت تليفون ولا موبايل ولا أي شيء ما يوقعش ورا الكومودينة، والفيشة بتبقى فوق الكومودينة على طول. هنبدا دلوقتي بعد ما خلصنا طبعا غرفه النوم هنشوف الصاله احنا عملنا فيها ايه وايه التعديلات اللي احنا عدلناها عليها. هنبدا دلوقتي بالطرقه طبعا اللي هي من دخلة باب الشقه على طول، احنا عملنا هنا ثلاث دوائر فيهم اناره مخفيه، وكل دايره صغيره فيها سبوت يعني تديك رسمه الهلال شكلها شيك، احنا عملناها دورانات عشان شغل الصاله طبعا كله دورانات. هنا برضو كملنا الشكل رغم ان هو في فاصل في النص كاميرا، لكن كملنا الشكل بتاع الديكور بتاعنا اللي هو اربع دوائر بدل ما هم ثلاثه لان المسافه هنا اكبر، عملنا فيهم إنارة مخفية من الداخل وظبطنا في كل دايرة. طبعا كان هنا كان في مطبخ الحيطة دي سد اساسا وكان في باب، فاحنا هدينا هنا طبعا لما لقينا المسافة كبيرة الصالة وجنبها طرقة، فاحنا هدينا الحيطة هنا وحبينا نعمل بار امريكانا عشان هنعمل ديكور طبعا، لكن هنكمله بعدين بعد الرخام والسيراميك. ديت هنا انا طبعا ديكور المطبخ احنا ربطنا بيت نور حوالين داير 60 سنتي، عملنا فيه إنارة مخفية من فوق وظبطات من تحت. ديت هنا برضو الحتة الواسعة دي اللي هي هيبقى فيها الديكور بتاع البار هيبقى واخد فوق الرخامة ايا كان طبعا طول الرخامة، وهينزل هنا على الحيط هياخد ثلاث ارفف فيهم مظبطات، وباقي الشكل بتاعه هيبقى تحت هنا معايا بس بعد تشطيب السيراميك والرخام. بعد ما عدلنا التعديلات دي طبعا في الطرقة وفي المطبخ، دينا هنا كان في اساسا دوران ارش كبير واخد قوس مفتوح، فالقوس ده اللي كان معمول اللي هو القديم الباباني طبعا، والزاوية بتاعته هنا تلاقيها مغطي على الصالة، فالصالة كانت اساسا مكتومة وما فيهاش الاضاءة اللي موجودة دلوقتي، فاحنا هدينا طبعا الدوران كله بالكامل وبدأنا نعمل ستايل جديد واخف الشغل واشيك في نفس الوقت. فانا ديت بعد ما هديت الدوران طبعا وشلنا زيادة بتاعته، الاول غلفنا الكاميرا من فوق عشان ناخدها موزنان تبقى موزونة معايا والتعريض كله يبقى واحد في الجناب كلها. بعد كده عملت الثلاث عمدان دول وعملت فيهم المربعين دول هيبقى فيهم اثنين سبطات، اظبط فوق واظبط تحت ويبقى فيهم اناره بتتحط فيهم طبعا اشكال طبعا وتدي منظر جمالي احسن من الدوران الاولاني. ديت هنا ناحيه الشمال كان المفروض هنا طبعا احنا ما كناش هنعمل حاجه، لكن لما لقينا الركنه هنا هتتحط في الجنب ده اللي هو الجنب الكبير لان الشاشه طبعا مباشر قدامها، فاحنا لازم طبعا ما نسيبش الصاله مفتوحه على الطرقه، فاحنا حبينا نعمل عازل ارتفاعه مثلا 65 سنتي بحيث يبقى الركنه تبدا من بعديه المنظر الجمالي يبقى اشيك. دينا هنا من فوق قطناها شكل مودي بحيث ما نبرزش شواعر لقدام عشان ما نغطيش منظر الجمال بتاع الصاله مع البار مع الطرقه. طبعا ده ديكور الصاله معانا، احنا العميل طبعا اختار الديكور ده، بعتنا له اشكال كتير لكن هو اختار طبعا الشغل ده مستويين، الشغل كله دورانات وفي صنعه يعني ما شاء الله تبارك الرحمن.
فاحنا عشان كده عملنا الطرقه والطرقه الثانيه دورانات عشان تمشي معانا، وعملنا برضو الموده دي عشان نبقى واخدين من السقف شغل على الحيطه. فطبعا دينا من تحت عملنا اثنين منسوبين هنا، حرف الاس يعتبر من تحت كبير، وفي دايره هنا فيها اناره مخفيه وفيها ندفه، وثلاث دوائر ناحيه اليمين وثلاث مربعات ناحيه الشمال، ودايره في النص طبعا فيها ليد من بره ومن جوه. بعد ما خلصنا ديكور السقف بتاعنا طبعا واسسنا الدوران، دينا هنا نعمل الشاشه ناحيه اليمين طبعا عشان تبقى في وش الركن على طول مباشر. فاحنا اخترنا طبعا ستايل خفيف يعتبر حرف الاس عشان ما نملاش الحيطه كامله، ما نحصلش السقف وما نملاش طبعا الحيطه كامله، يبقى الديكور اخف والدنيا ما تزيدش معانا في الديكورات. بعد ما خلصنا الصاله والطرقه والدوران بتاعتنا، يعتبر احنا ما قعدش معانا غير البار اللي هننفذه بعد الرخام والسيراميك. هنبدا دلوقتي نخش الغرفه الثالثه ونشوف احنا عاملين فيها ايه. عملنا طبعا ديكور الغرفه دي برضو على اختيار العميل، احنا بعتنا طبعا اشكال كتير يطلع 30 40 صوره، فهو اختار طبعا الشكل ده اللي شايفه مناسب ليه من ضمن الصور اللي احنا بعتناها اللي هي تمشي معانا على الغرفه، لان الغرفه هنا مستطيله. فاحنا عملنا طبعا الديكور ده يعتبر موده اللي هو من جنبين، يعني الشغل كله ما متوصلش ببعضيه، هو موده على اليمين وموده على الشمال، ودايره في النص داخلها دايره طبعا صغيره، والدايره الكبيره اللي فيها اناره مخفيه من بره ومن جوه. يبقى احنا كده قاعده معانا غرفه الدلوس اللي هي خارج الشقه، يعني في اوضه ثانيه طبعا خارج الشقه، دي اوضه للضيوف وحديها مخصوص. فاحنا عملنا طبعا فيها ديكور مختلف برضه على اختيار العميل اللي هو قال عليه. الديكور ده يعتبر مستويات عندنا، عملنا اثنين بيت نور حوالين داير، داير ما يدور اللي تحت الكبير واللي فوق الصغير، ودينا في النص عملنا مستطيل فيه اناره مخفيه من جوه ومن بره، وربطنا طبعا المستطيل بالشغل الخارجي اللي هو بيت النور حوالين داير في الاحزمه بتاعتنا، وعملنا في النص نفس الدورانات ونفذنا نفس الديكور كله بالكامل على الشكل طبعا اللي بعت لنا العميل، برضه نفس النظام احنا بعت له ديكورات كتير فهو اختار طبعا الديكور ده واحنا نفذناه. مش مجبور مننا ان احنا نغير طبعا في الشقه بتاعتنا، لكن احنا لما بنخش المكان ونشوف حاجه مش مناسبه وتكون فايده للعميل فاحنا بنقول عليها. في العميل ساعات بيوافق لما يلاقي الحاجه برضه تكون مناسبه بالنسبه له، يعتبر احنا ما خسرناش كتير، احنا هدينا هنا الحيطه اللي هي الدوران الكبير، وهدينا المطبخ هنا فتحناه امريكاني، وغيرنا المضرب بتاع اوضه النوم كله بالكامل، غيرنا يعني مكان السرير ومكان التسريحه بحيث للاحسن للافضل للعميل. اهم شيء طبعا الفن اللي هتجيبه بتاع الجبسون بورد يكون فاهم وعارف شغله كويس ويبدا يعدل عليه. طبعا العميل بيختار صوره لكن ما بيحطش طبعا المقاسات بتاعتك او الابعاد اللي انت هتشتغل عليها، فده طبعا بيردع للفني. اهم شيء الفني يكون فاهم، احنا بنحاول بقدر الامكان العميل اللي بيختار صوره بنطلعها له رغم ان ممكن تكون مساحه اصغر او اكبر، نطلعها له نفس الشكل بالظبط تيبيكال. انتظرونا ان شاء الله الفيديوهات اللي جايه تكون احسن مع ديكورات مختلفه اللي هي مدر ماشيه معانا اليومين دول، فاحنا ان شاء الله تحت امركم في اي وقت. يا ريت ما تنساش لو انت اول مره تشوف شغلنا، لو عايز تتابعنا وتشوف الافضل اشترك في القناه وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وادعمونا بلايك عشان خاطر نستمر.